أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. بدر، غزوة بدر، وهذه بعيدة عن المدينة تقريبا 120 كيلومتر تقريبا. لا بدر يمتد من المدينة بروي 160 كيلومتر. وأحد هذه عند المدينة. أهودي دم مدينة. نعم. و الأحزاب اللي هي الخندق. The Battle of Khandaq. في المدينة. The Medina man. وفتح مكة. كان conquer مكة. وخيبر. بتاي خيبر. هذه خيبر تبعد عن المدينة تقريبا 160 كيلومتر في الشمال تقريبا. فبدي بمدينة south of مدينة خيبر أبو 160 كيلومتر. وحنين جهة الطائف. حنين dans la direction طائف. وتبوك هذه في الشمال قريبة من الشام. تبوك d'un côté nord, d'un côté بلاد الشام, d'un côté la Jordanie. هذه أهم الغزوات سبعة. سالس بن 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 باتلوف نيبوتا الرسول صلى الله عليه وسلم إن دبوت لاله.